لدينا العديد من الأطفال لا يجدون التعليم في مديرية الخوخة، 12,000 طفل حرموا من التعليم بسبب عدم مقدرة الأهل على تعليمهم وسبب ضرب المدارس، أيضا بسبب أن بعض الأطفال يعولوا أسرهم. نعم، التقارير، نعم، التقارير للمنظمات المحلية التي أفادت بتجنيد الميليشيات لعشرات الآلاف أو 10,333 طفل ما بين عامي 2004. 16,000 طفل جلدتهم ميليشيا الحوثيين، نعم قتل منهم 6,000 طفل. نعم يعني إلى متى برأيك سيظل هذا التجنيد لهؤلاء الأطفال؟ إلى متى سيظل ظلم هذه الطفولة والتلاعب بها؟ ميليشيا الحوثي تستخدم الأطفال لمسرقتها وحربها العربية في داخل اليمن. الميليشيا الحوثي لم تجد ردع حقيقي من مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لردعها من هذا الجانب، حيث بأن القوانين الدولية والمحلية جميعها تحرم تجنيد الأطفال أو إدخالهم في العبر في الحرب.